لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بكاء مذيعة مغربية بعد إرسال فرق من الحماية المدنية تتوجه مساء اليوم إلى المغرب للمساعدة من تونس. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه سيتم إرسال مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية إلى المملكة المغربية الشقيقة للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين عقب الزلزال، مضيفا أن فرق الحماية المدنية التي ستتحول إلى المغرب تتكون من 50 عونا وإطار من الوحدة المختصة وستة أطباء حماية مدنية وأربع نياب، وستستعمل أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مثيرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات أو أقاليم إزيلال أكادير الدار البيضاء الكبرى. وأفاد البلاغ وأن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الأماكن اللازمة لمعالجة آثار هذه الفجاعة المؤلمة. وارتفعت حصيلة القتلى في الزلزال المدمر الذي ضرب ليلة الجمعة المغرب إلى 820 على الأقل، وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن حصيلة سابقة في حدود الساعة 7 صباحا بلغت 632 وفاة و329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة. وحدد مركز الزلزال في إقليم جنوب غرب مدينة مراكش هذه، وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة مؤقتة أفادت بمصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين. وكشف المعهد الوطني بالمغرب أن الزلزال وقع في منطقة إغيل بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على سلم ريختر، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة. وقالت الوزارة في بيان أن الحصيلة الأولية أسفرت عن هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا وأكثر من 150 مصابا.